مشاهدين ان هل الحق واحد ام يتعدد؟ دي كانت الجزئيه الثانيه اللي انا عايز اقولها، ان حضرتك قلتها، قلت لي والحق والدليل، وهل الحق ده واحد بس ولا متعدد؟ نسمع بقى الدكتور ياسر سطوحي وهيتالق في الرد في المساله دي. انا بس عايز اضم صوتي لصوت حضرتك ولصوت الشيخ رمضان والدكتور رمضان، ان بالفعل زمان كان هم بيستقوا من معين واحد اللي هو الكتاب والسنه، كذلك الان كثير من الدعاه والعلماء برضو بيستقوا من القران والسنه، لكن الجهه او النظر او المعيار او المقياس اللي نظروا به الى القران والسنه غير المعيار والميزان والميكروسكوب اللي احنا بننظر به الى القران والسنه. يعني ايه؟ القران الكريم لما نظر اليه العلماء والصحابه والتابعون لهم باحسان نظروا على انه واسع الجنبات، زي ما حضرتك قلت كده، مفيش تضييق. الضيق مرض نفسي يؤثر على النفس، فهم نظروا الى القران الى انه واسع. النص متعدده. النص القراني والنص النبوي في مرونه وفي سعه في استنباط الاحكام، كل منهم ياخذ من هذا المعين على قدر استطاعته. على قدر استعداده، على قدر علمه، مع حاجه الناس. الله يفتح والعصر. فاذا التقى احدهما وقد فهم من الايه فهما وفهم الاخر فهما اخر، يلتقيان فيتناقشان، فان اتفقا حمد الله وانصرف، وان لم يتفقا كانت النتيجه هي الاخرى، احتفظ كل منهما برايه وعذر كل منهما صاحبه وانصرف متحابين يدعو كل منهما للاخر. ده كان الصحابه وكان التابعون لهم باحسان. طب احنا لا، نشا عندنا حاجه اسمها مرض التعصب، زي الشيخ خالد، مرض ضيق الصدر، مرض التعصب. مرض التعصب خلى الناس انقسمت الى ثلاثه اقسام. القسم الاول رجل مشى وراء تصوراته وخيالاته حتى وان كان النص لا يحتملها، فمثلا لما يقول يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعه واجب على كل محتلم، يقول لك هو مش المقصود النظافه؟ طب انا احط شويه برفان، احط شويه ريحه ويكفيني عن الغسل، ونسي ان كلمه الغسل الواردة في النص بالماء. الله يفتح عليك، استخدام الماء، استعمال الماء فيها. فده مشي وراء تصورات بعيدا عن النص. واحد تاني جمد على النص وألغى عقله، يسمع الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن وإذنها سكوتها، لو جات له البكر وقالت له أنا موافقة على هذا العريس، رضيت هذا العريس، قالت رضيت بلسانها، يقول ما ينفعش، لأن النبي قال إيه؟ صمتها، سكوتها. ولذلك ابن حجر في فتح الباري قال عد هذا القول من الشذوذ. الفريق الثالث فهم النص وربطه بمقاصد التشريع، فقه روح التشريع، فلما يسمع من بنى لله تعالى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، يقول يدخل تحت كلمة بنى المتبرع والمتصدق واللي دعا بكلمة، لكن اللي جامد على النص هياخده بنى بمعنى إيه؟ البناء اللي هو باشر البناء بنفسه. يبقى نشأ ثلاث فرق بسبب التعصب للرأي والطعن في الآراء الأخرى، كل منهم يريد أن يقول رأيي أنا الصواب ورأيي غيري هو الخطأ. الله يفتح عليك وبارك فيك. بس ما قلتليش